فطول الامل يعمل هذا الامر كله صحيح. نعم. ثم الظلم والظلم. انا اذكر ان في حلقات هذا الدين ان حلقه الظلم اثرت في الناس تحدثنا فيها بالتفصيل يعني فانا اريد ان اقول ان كل مسلم وكل مسلمه يسمعوننا الان في الوعد الحق ان كان ظالما فليتوقف. الظلم انواع ثلاثه عشان بس نجد القضيه. في الظالم لنفسه هو حر، فمنهم ظالم لنفسه نعم هو حر يظلم نفسه صحيح، وفيهم من يظلم دينه يضيع الاسلام، يظلم الاسلام، يضيع فرائضه، يضيع حدوده، يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى يعني والعياذ بالله رب العالمين. نعم سلم يا رب. وفيهم والعياذ بالله رب العالمين اللي هو ايه، يظلم الاخر ايا كان، بدايه من الحيوان للنبات للانسان ان كان مسلما ام غير مسلم. هذا هو انسان والعياذ بالله من سوء الخاتمه ان والاكبر كارثه انه لا يقتنع انه ظالم، مش مقتنع بالظلم. هذه مشكله يعني هو ظالم ولا فلان لماذا تفضل؟ لا والله اصل انا لم اخذ ميراث ابي كل الليل لسبب، لان انا اعمل مع ابي طوال العمر، اخي اصغر كان في المدرسه طفل وانا وقفت مع ابي ليل نهار في البرد وفي الحر وفي الاسفار، وكان يتعبني وكان يجعلني اشتغل وكان لا يعطيني راتب، وبعدين انا اخذت حقي. يا اخي هذا ظلم، هذه تركه، خذ ما يساوي عملك واعطي اخر. لا 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 لا، هذا يموت على هذا الظلم. فاسمع، لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه سبحان الله. فالمصيبه الاكبر انه يعني يقول لنفسي انني عادل، هذه المصيبه، يعني هو يعتبر نفسه عمر بن الخطاب. أو يستبيح لنفسه الظلم لأن المظلوم لا يتكلم. وأسوأ الظالمين من يظلم من لا ناصر له إلا الله. يعني رجل متزوج زوجة 30 سنة مثلا، كبرت خلاص، أهلها ماتوا، فين الأب؟ مات الأم، مات الخال، العم، أخواتها كل واحد شغل بحاله، يبتدي إيه؟ يسومها سوء العذاب. ليه؟ لأن لا ظهر لها. طيب وإذا دعت عليه؟ يعني هو لا ينتبه. وبعدين معتبر نفسه أنه بحق القوامة هذا يصنع ما يشاء، وهنا تكمن المصيبة. نعم. ثم ماذا من أشياء